طيب يا شيخ، بالنسبة في رجل الآن يسكن جنبي وعنده 8 من الأطفال، والآن زوجته حامل تقول أقسط هذا الجنين، هل هذا يجوز؟ يقول إيش؟ يقول العيال الآن عندي 8 مكفينا، واللي في بطني هذا لازم أسقطه. يقول لرجلها هذا يختلف، كان في 40 الأولى عليها ضار فلا بأس في 40 الأولى، أما بعد هذا لا يجوز. إذا كان يعني الشيخ شهر شهرين، لا شهر بس 40 الأولى 40 يوم على النطفة. أيوة هذا يجوز عند حاجة إلى ذلك، الطرق الشرعية الطرق المباحة التي ما فيها مضرة يعرفها الأطباء.